جوهر المغيربي عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة قلب تونس، كيفاش تقبلتوا هذا الاختيار في الحزب وصلب الكتلة البرلمانية؟ الرئيس قيس سعيد مرة أخرى يراوغ الجميع ويختار شخصية من خارج ترشيحات الأحزاب، وخاصة من خارج الترشيحات اللي كانت تحظى بدعم حزبي كبير. بالفعل هو الفرق ما بين الاختيار متاع الشخصية الأقدر المرة هذية، وأنه الرئيس الحكومة المستقيل كان اقتراح من أحد الأحزاب ومدعوم، معناتها اللي هو تحية تونس، وكان مدعوم من التيار الديمقراطي. المرة هذية الاختيار متاع الشخصية الأقدر من نال ثقة السيد رئيس الجمهورية هو السيد هشام المشيشي. الحقيقة معناتها على المستوى الشخصي، معناها بالنسبة للسيد السيد هشام المشيشي، الحاجة اللي أنا نجم نقولها هو فخر. اختياره هو فخر، فخر للإدارة التونسية، فخر للمدرسة الوطنية للإدارة، فخر لخريجي المرحلة العليا من المدرسة الوطنية للإدارة. لأنه إذا كان نجم نحكيه على العارفين بالمسألة الإدارية والعارفين بسياسات الدولة والسياسات العمومية، فإنه خريجي المرحلة العليا المدرسة الوطنية للإدارة ينجموا يكونوا على رأس هؤلاء العارفين بهذا الموضوع. وأنا كخريج أيضا لهذه المرحلة العليا من المدرسة الوطنية للإدارة، ما ينجم كان نقول أنه شرف لجيل كامل من خريجيها اللي هم اليوم عندهم أعلى المناصب في الإدارة التونسية، أنه أحد أبنائها اليوم يحظى بثقة السيد رئيس الجمهورية ويتم تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة. هذا على المستوى الشخصي بالنسبة للسيد هشام المشيشي. على مستوى تويك قدرات المكلف بتشكيل هذه الحكومة، احنا في الانتظار، في انتظار انه نسمعوه، في انتظار انه نعرفوا شنية الرؤية متاعه، في انتظار انه نشوفوا شنية الطريقة اللي مش ينتهجها في مشاوراته، شنية السياسات اللي تحب يتبعها عند تشكيل هذه الحكومة، وهذا اللي مش يسمح ببلورة معناتها موقف حزبي من الحكومة المقترحة اللي مش تجيب الطبيعة في الأخير إلى البرلمان للمصادقة عليه. خلينا نذكر شكون هشام المشيشي بإيجاز. هو وزير الداخلية الحالي في حكومة الياس الفخفاخ، تولى منصب مدير ديوان وزير النقل سنة 2014، ثم انتقل إلى وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة في نفس المنصب. شغل أيضا المشيشي منصب المدير العام للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية على المنتجات، وتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد كمستشار أول ليه مكلف بالشؤون القانونية في فيفري الفارط قبل ما يتولى حقيبة الداخلية في حكومة الفخفاخ. فوزي الدعاس، وانت من العارفين جيدا برئيس الجمهورية قيس سعيد، وكنت معاه حتى في الحملة الانتخابية، أن يذهب الرئيس لاختيار شخصية من حزب الإدارة على حساب الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، ماذا يعني هذا؟ أولا أنا نحب نأكد على الآتي، أنه حسب سمعت صديقي انه فما حاجه، يعني الاحزاب والتنظيمات الموجوده اليوم في البلاد ما زالت غير مدركه لها، وهي جمله من المتغيرات السياسيه وجمله من الاحداث التي حملت في طياتها يعني محاوله للتعبير عن القراءه الصحيحه اللي بدات في البلاد من 2011، واللي هي يعني تحاول تحايث المسار الثوري ككل، واللي عبر عليها الأستاذ قيس سعيد. يعني الناس اليوم حتى في علاقة بطرحها لاختيار رئيس الحكومة أو ما إلى ذلك، ما زالت يعني تخضع لنفس القراءات القديمة ونفس القراءات الكلاسيكية المتواترة، واللي جربوها على مدى 10 سنوات، واللي قوامها يعني التوافق وما إلى ذلك، على حساب يعني القراءة الصحيحة للواقع اللي يعني اللي موجود اليوم في الساحة السياسية. على هذا الأساس يعني اليوم شفنا الاختيارات نتاع الأحزاب الحقيقة يعني كانت بعيدة كل البعد عن
يعني فهم ما يجري في تونس اليوم تحديدا، يعني هي صبت في نفس منطق او فلسفه الاختيارات السابقه، وهذا يعني يطرح سؤال كبير على الناس هذه، يعني باي منطق او باي فلسفه قاعده تفكر. انه الاستاذ الرئيس الاستاذ قيس سعيد يذهب الى اختيار المشيشي يعني، وهو حسب ما فهمت هو كان مطروح، مش ما كانش مطروح، فما نايب طرحه يعني، هو فاكر الشويخي، فاكر الشويخي هذه يعني اللي محكى لها حتى حد تحت غطاء حركه سياده اللي فيها راشد الخياري ونائب اخر ثلاثه، يعني هو تقريب. الاسم اولا تصحيح اول مسالخين على تلف الكرم مطروح. ثانيا هو اللي حب يوصله الاستاذ، واللي انا معناها نفهمه من خلال الاختيار هذا، انه المساله هي ماهيش مساله يعني شخص بعينه، او هي مساله فلسفه ومساله يعني محاوله للتفكير من خارج النسق الكلاسيكي العادي اللي تفكر فيه التنظيمات هذه. هذا يعني انا اللي نجم نفهمه شويه، لانه ايضا كما نحب نفهم كيفاش تفكر الحساب، نحب ايضا نفهم كيفاش يفكر الرئيس قيس سعيد، وانت من الناس اللي يعرفوه جيدا ومن المدافعين عن توجهات ولا سياسيه فوزي الدعاس. ما زلنا مصين حوارنا معك مع جوهر المغربي في انتظار التحاق سامي الطريقي. نمشي وفاصل هنا تونس نصف نهار و33 دقيقة مستمعي ديوان اف، مرحبا بكم من جديد، شكرا على المتابعة وعلى الاهتمام، شكرا لكل من التحق بنا الآن على امواج ديوان اف. برنامج هنا تونس مازال متواصل حتى للماضي ساعتين في عدد خاص واستثنائي نفتحوه للحوار والنقاش حول المستجدات السياسية وأبرزها الحدث نهاية الأسبوع الفارط، تكليف هشام المشيشي وزير الداخلية في حكومة رئاسة الفخفاخ بتشكيل الحكومة القادمة وإجراء المشاورات لتشكيل هذه الحكومة، رصد لمختلف ردود الفعل والمواقف اليوم في الساحة السياسية وبين الأحزاب والكتل البرلمانية، مع ثلة من الضيوف مش يكونوا معنا بالهاتف في الساعة الثانية، العربي جلاسي القيادي في التيار الديمقراطي، ويحضر معايا في الاستوديو ثلة من الضيوف فوزي الدعاس الناشط السياسي والعضو السابق في الحملة الانتخابية للرئيس قيس سعيد، حملة انتخابية ولكن أنصار قيس سعيد يقولوا رأي حملة تفسيرية مش حملة انتخابية، والحملة التفسيرية ما زالت متواصلة ونرجع عليها النقطة هذه بعد شوية. أيضا جوهر المغيربي القيادي في حزب قلب تونس، عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة قلب تونس، ويكتمل النصاب ويكتمل العقد بالتحاق وحضور القيادي في حركة النهضة سامي الطريقي، مرحبا بك. مرحبا بك، شكرا. ذكر المستمعين والمستمعات كالعادة بوسائل التواصل والتفاعل صفحة الفيسبوك ديوان افهم، وتجمو تخليو كل التفاعلات والآراء والمقترحات، إذا تجمو تابعونا في المباشر بالصوت والصورة عبر اللايف ستريمينج على صفحة الفيسبوك ديوان افهم، كما تجمو تابعونا زاد على السيت ويب ديوان افهم .net اللي تقاو فيه آخر الأخبار وجميع تسجيلات برامجنا. سامي الطريقي، في البداية حبينا نشوف على الأقل أوليا ردود الفعل، سمعنا قلب تونس، سمعنا المناصرين لرئيس الجمهورية قيس سعيد، حركة النهضة هل كان مفاجئ بالنسبة لها اختيار المشيشي كرئيس حكومة مكلف؟ مفاجئ يعني يعني مفاجئ يعني عدم انتظار شخصية المشيشي لتكليفها من قبل السيد رئيس الجمهوريه، الحق حتى حد ما كان اسم هذا يتابع فيه ولا كان متوقع انه يكون مكلف من قبل السيد رئيس الجمهوريه، طبعا هو خياره في الاخير يتحمل مسؤوليته فيه كما يتحمل مسؤوليته في خيارات السابقه. يعني نحن نتفاعل مع خيارات السيد رئيس الجمهوريه هذا لا شك، في تكليف السيد رئيس الحكومه والشخص الان المكلف بتشكيل هذه الحكومه. حكومة ذات بصمة ضرورية تكون اقتصادية واجتماعية، يعني نحن في وضعية صعيبة شوية في البلاد، ربي يعين اللي باش يتحمل المسؤولية هذه، ونحن في الأخير كحزب موجود في الساحة السياسية موجود في البرلمان، ما نجموش كان نتفاعلوا بطريقة معقولة مع هذا الخيار الأولي. نشوفوا كيفاش باش يقع التفاعل السيد رئيس الحكومة
المكلف سيد هشام المشيشي مع تطور الأوضاع المقبلة وكيفاش باش يكون عنده رؤيته وتصوره، ونصور عنده رؤية وتصور، نصور رئيس الجمهورية من وراء هذا الخيار أيضا عنده رؤية وتصور، ولأنه مهمة سيد رئيس الجمهورية تنتهي وهو الحارس دائما على تطبيق الدستور. وتذكروا أنتم جيدا وقت اللي حط الحركة في دورة الشورى بتاعها قالت إعلان المشاورات، فإنه كان يرى أن المشاورات ما تكون إلا بعد تفعيل الآليات الدستورية ما باستقالة وإما سحب الثقة، ونتصور نفس الشيء سيد رئيس الجمهورية حريص على تطبيق الدستور وعلى رؤية الدستور، ونتصور أنه بعد تكليف السيد رئيس الجمهورية سيد رئيس الحكومة هشام مشيشي باش يخلي، نتصور باش يكون سيد هشام مشيشي هو الرجل الآن الذي يقود المشاورات وباش تكون عنده رؤية. نتمنى ذلك حتى لا تنزلق السلطات إلى نظام مخالف للنظام اللي نحن فيه، وأنا معناها معول على ذلك، عندي ثقة مطلقة في سيد رئيس الجمهورية في هذا الاتجاه. ما نتصورش أنه فما انزلاق نحو النظام الرئاسي أو انزلاق نحو النظام الرئاسي، ونتصور أيضا أنه السيد رئيس الحكومة من يجمش يقبل بدور الوزير الأول، على خلاف ما قاعد يتقال الآن في واضح في الصفحات الفيسبوكية وفي حتى في بعض التعليقات والتحليل اللي قاعد نقرأ فيها، وبعض التخوفات. انا مانيش متخوف، بالعكس نرى انه يعني بالنسبه لكم في النهضه اليوم المشيشي نجم يكون رجل المرحله سامي الطريقي. رجل المرحله هذا يثبت هو بممارسته الان باش تنطلق بتشكيل الحكومه باش نعرفه، ثم بعد تشكيل الحكومه. المشكله مش في تشكيل الحكومه، انا ديما نقول المشكله مش في تشكيل الحكومه ومش في شكل الحكومه وماهوش في طريقه التفاعل مع هذه الحكومه، ولكن الحقيقه المشكله ما بعد تشكيل هذه الحكومه او اي حكومه. فيها احزاب ما فيهاش احزاب، مش بثلاثة أربعة خمسة أحزاب. احنا كنا دائما نقول راهو مشكل كبير انه البلاد ما ينجمش، ما عادش نجم يحكمها الان طرف واحد بالمرحلة الانتخابية ما بعد 2019، وراهو نحتاجوا الى حكومة وحدة وطنية ولا توسيع الحزام السياسي. هاكم شفتوا بعد مدة لقينا رواحنا في مأزق كبير ياسر، مأزق سياسي في مرحلة أولى، ثم للأسف معنا مأزق آخر ما كناش نأملوا فيه، ملف تطرح على طاولة توانسة كان زائرا غير مرغوب فيه فوق الطاولة، فهمتني ولا؟ اشتررنا جميع مرارته، ولكن في الحقيقة هذه الوضعية اللي لقاو رايحة فيها توانسة الكل، ممكن لازم نراجعوا منظومتنا القانونيه، ممكن نجم نراجعوا، احنا عندنا وضعيه صعيبه في البلاد ولازمنا ننتبه اليها. اليوم الناس كل متهمه، والناس كل تتهم في الناس الكل، والناس الكل يعني معطله الناس الكل، والوضعيه هذه ما عادش ممكن تستمر بهذه الطريقه. هشام المشيشي رئيس الحكومه المكلف كان ادلى بتصريح مباشره بعد تكليفه رسميا من قبل رئيس الجمهوريه قيس سعيد نهاية الأسبوع الفارط في قصر قرطاج. نسمعوا شنو قال في هذا التصريح المقتضب. بسم الله الرحمن الرحيم. شرفني سيادة رئيس الجمهورية اليوم بتكليفي لتكوين حكومة، وهي ثقة أعتز بها وأشكره عليها. في الحقيقة أن هذه الثقة مسؤولية جسيمة وتحدي كبير، خاصة في الوضع الذي تمر به بلادنا، وسأعمل بإذن الله جاهدا على تكوين حكومة تستجيب لتطلعات كل التونسيين، وتعمل على الاستجابة إلى استحقاقاتهم المشروعة والتي طال انتظارهم لها طيلة هذه السنين. وفقنا الله لما فيه خير هذه البلاد. عاشت تونس حرة منيعة أبد الدهر. كان هذا تصريح هشام المشيشي المكلف بتشكيل الحكومة. جوهر المغيربي رئيس الحكومة المكلف يتحدث عن مسؤولية جسيمة وتحدي كبير، ويتحدث أيضا عن تكوين حكومة تستجيب لتطلعات كل التونسيين. هل هذا اليوم يعكس تصور واضح في تقديركم من قبل المشيشي، أم أنه المسألة تتطلب المزيد من التوضيحات؟ هو على الأقل يعكس بداية مطمئنة، لأنه سيد هشام المشيشي بالتصريح الأول اللي قام به اللي نحسوه أنه هو معناتها مدرك لجسامة المسؤولية اللي اليوم موكولة على عاتقه، مدرك أنه الثقة هذية إنما هي تكليف ماهيش تشريف. وكيف نسمع السيد المكلف الشخصية الأقدر التي اختارها السيد رئيس الجمهورية وكلفها بتشكيل هذه الحكومة قبل عرضها على البرلمان، يقول أنها مش تكون حكومة كل التونسيين،
هذا نجم نقرأ منه برشا نقاط إيجابية. أهم النقاط الإيجابية هذه أنه إذا كان اليوم نحب حكومة لكل التونسيين معناتها يلزم تقييم الوضعية، ولهنا ممكن نتفاعل مع أخويا فوزي في الكلام اللي كان يقول فيه قبليكا. اليوم التحديات نتاع بلادنا والتحديات أمام الحكومة القادمة هي تحديات اقتصادية مالية واجتماعية. المنظومة نتاع الحكم منذ سنة 2011 داول على المسؤولية في رئاسة الحكومة العديد من الأطراف والعديد من الأحزاب. ما نجموش اليوم نتصوروا أنه التقييم نتاع الوضع المالي والاقتصادي اللي وصلت له بلادنا النجم يصير دون الاستماع إلى كل هذه الأطراف، سواء اللي شاركت في وضع السياسات العامة أو الأطراف اللي ما شاركتش في وضع السياسات العامة ولكن تنجم تكون اليوم جاية بطرح جديد، طرح تحب تلقى به الحلول لمشاكل التوانسة. دونك كيف نسمع السيد هشام المشيشي يقول أن الحكومة القادمة ستكون حكومة كل التونسيين، هذا ما نجم نقرأ منه إلا الخير. النقطة الثانية واللي احنا نشترك فيها مع السيد رئيس الجمهورية بعيدا عن الأشخاص والأسماء، واللي السلطة اليوم التشريعية معناتها البرلمان ما بعيدا عزيزة عن المزايدات ما ينجمش يختلف فيها مع السيد الرئيس، اللي هي انه ما يربط بيننا العقد اللي يربط ما بين الأطراف السياسية الكل في بلادنا هو الدستور. من غير ما نمشيه في محاولة تحليل ما وراء القرارات وما وراء المقترحات وهل أنه هذا بعقلية قديمة أو بعقلية جديدة، في الأخير ما دام السيد رئيس الجمهورية يضع الدستور نصب عينيه وما دام الأطراف الفاعلة اليوم في المشهد السياسي والأحزاب أيضا تحتكم إلى الدستور في التمييز ما بين الخيارات هل أنها خيارات صائبة أو غير صائبة، فتونس ماشية في ثنية صحيحة. إذا كان ثم حاجة المرة هذية ممكن كانت في مخاخ الناس الكل وأكيد أنها زادة كانت في طريقة صياغة القرار عند السيد رئيس الجمهورية، أنه ما ينجمش يكون عندنا رئيس حكومة مقترح أو شخصية أقدر مكلفة بتشكيل الحكومة مخالفة للدستور، كيف ما كان السيد رئيس الحكومة المستقيل باعتبار أن الوضعية نتاعه كانت مخالفة للفصل 90 من الدستور. من الأول الكلام هذا كان مجرد معناتها دي رومور معناتها إشاعات أو تسريبات أو مواقف ماهيش واضحة، ولكن في الأخير بعد التثبت وبعد كذا نكتشفوا الناس الكليكة أنه السيد رئيس الحكومة المستقيل كان في وضعية تضارب مع الفقرة الثانية من الدستور اللي ما تسمحش لرئيس الحكومة ولأعضاء الحكومة بممارسة أي مهنة أخرى. ولهنا حتى الأحزاب اللي اقترحت شخصيات جاية من مجال الاقتصاد أو من مجال المالي أو عندها خبرات اقتصادية أكدت على السيد رئيس الجمهورية أنه يجب التثبت والتأكد قبل تكليفها بأنها ماهيش مخالفة للفصل 90. ما نجموش اليوم راهو نتصوروا أنه بلادنا زادت نجم تكون في المرحلة القادمة مش تمشي نحو إقصاء الكفاءات اللي عندهم علاقة بمجال الاقتصاد أو بمجال المال أو بمجال الأعمال، ما لم يكن في ذلك تعارض مرة أخرى مع النص الدستوري. وممكن لهنا هذه اللحظة الفارقة اللي قاعدين نعيشوا فيها في بلادنا. يعني اختار رئيس شخصية من خارج ترشيحاتكم على الأقل، كان فما زوز أسماء بارزين بشكل كبير، خيام التركي وأيضا فاضل عبد كافي، وكنتوا تلتقي وانتم والنهضة في هذه الترشيحات حتى مع أحزاب أخرى، ألا يعني هذا رسالة سياسية من الرئيس وأنه اليوم عنده موقف من ترشيحاتكم وأنه عنده ربما تصور آخر اليوم لإدارة المرحلة سياسيا جوهر المغيربي؟ هذا هو جوهر النقاش اليوم بعيدا عن أي خطاب خشبي. لا، أنا اللي قاعد نحكي لك فيه ما هوش خطاب خشبي. اللي قاعد نحكي لك فيه أنا متأكد من أنه هو جوهر الفكر السياسي الذي يحمله اليوم السيد رئيس الجمهورية. معناتها السيد رئيس الجمهورية أيا كانت التوجهات التي سيختارها مستقبلا أو اللي اختارها في المرحلة اللي تعديت، فإنه بالنسبة لي هو الدستور هو الفيصل. وإذا كان هذه مش نختلفوا فيها ينجم تولي الإشكال أكبر برشا من الأشخاص. اليوم هل نختار شخصية أخرى؟ كما قلت لك السيد هشام المشيشي في شخصه يحظى بثقة كبيرة مش نعاود نرجع لها. اليوم لرئيس الحكومة أو للشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة المسؤولية في إثبات أنه الأقدر، وإحنا نتوسم خير في المرحلة القادمة. ولكن زادة
الهدف اليوم نتاع الاحزاب السياسيه وخاصه الممارسات اللي يلزمنا نمشيو فيها في السلطه التشريعيه هو انه نكونوا مع بعضنا معناتها مع السيد رئيس الجمهوريه على نفس الوتيره. شنو هي الوتيره؟ مش الوتيره في اختيار الاشخاص او الوتيره في الرؤيه السياسيه اللي مش تدار بها المرحله القادمه، هي راهو في الاختلاف رحمه، معناها في الاخر بالكليكا مش الناس الكل باش يوليو يخموا بنفس الطريقه وعندهم نفس الاهداف الا ما فيه المصلحه الوطنيه العليا اللي ما نختلفوش فيها. على ذاك اليوم السؤال اللي نتصور انه يلزمنا نطرحوه الناس الكليكا، انه سيد هشام المشيشي عنده شهر باش يشكل هذه الحكومه، وتو نشوفوا كيفاش مش يقوم بإدارة الحوار. ولكن في الشهر ذا ثم حكومة تصريف أعمال قاعدة تقوم بـ 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 بإدارة شؤون البلاد، والحاجة اللي ما نختلفوش فيها هو أنه استمرارية الدولة واستمرارية المرفق العمومي هو كما يقولوها خط أحمر. ولكن السؤال أيضا اللي نطرحوه وإحنا النجم نحطه كل الاحتمالات لأنها كلها ممكنة، هل أنه هذه الحكومة التي سيقترحها السيد هشام المشيشي ستحظى بموافقة البرلمان أم لا؟ اليوم المشرع والفاعل السياسي والأحزاب السياسية الموجودة في البرلمان يلزمها تضع نصب عينيها كل الاحتمالات، لأنه في الأخر المصلحة الوحيدة اللي ما يلزمهاش تتمس هي مصلحة الدولة التونسية. لكن هل أنه هذه الحكومة مرة أخرى حكومة تصريف الأعمال، إذا كان نرجع للدستور، هل هي شرعية؟ وهل عندها اليوم الشرعية الدستورية والقانونية لممارسة الحكم في البلاد ولإدارة السلطة التنفيذية في البلاد؟ مرة أخرى أنا نطرح الموضوع هذا من وجهة نظر ومن زاوية نظر السيد رئيس الجمهورية وهو حامي الدستور، وهذا نجم نسمع فيه آراء المختصين، لأنه اليوم راهو كيف نتسائلوا على هذه الشرعية وعلى هذه المسألة الدستورية والقانونية ماهوش رجوع إلى ملف السيد الياس الفخفاخ، هذه صفحة طويها التاريخ ستمر إلى القضاء وسيدافع عن نفسه وهذا حقه وماهيش هذا اللي نحكيه عليه. ولكن دستوريا بكل المسؤوليات التي تتحملها اليوم واللي تنجم إذا كان حكومة السيد هشام المشيشي، وهذا لا نأمله ولا نتمناه، ما تمرش، تنجم الحكومه هذه بالاجال الدستوريه تمارس مهام لمده عام اخر. تو نرجعوا على هل انها دستوريه جوهر المغير وشرعيه ام غير شرعيه؟ اظن ان هذه احدى الاولويات التي يجب اليوم مناقشتها مع السيد رئيس الجمهوريه، باعتبار انه السيد رئيس الجمهوريه هو من كلفها بمقتضى الامر الرئاسي عدد 68 وبالرجوع للفصل 98 من الدستور. هذا نقاش نشوفه مهم جدا واضح، وهذا نقاش نتصوره انه السيد رئيس الجمهوريه سيتفاعل معه. فوزي دعس، الحقيقه اليوم فما اسئله مشروعه تطرح من قبل ممثلي الاحزاب السياسيه، سامي الطريقي مثلا يقول لك الخيار هو خيار رئيس الجمهورية، احنا عندنا ثقة في الرئيس ولكن أيضا الرئيس عنده مسؤولية، والرئيس أيضا يتحمل خيارات أخذها في وقت سابق من بينها اختيار الياس الفخفاخ اللي كان مختلف. مختلف. خليني نكمل السؤال، أنا بيدي لا سمعتهم زوز، خليني نكمل السؤال فوزي في 30 ثانية. أيضا اليوم يطرح إشكالية وضعية الحكومة الحالية تساؤلات كبيرة تطرح في علاقة باختيارات الرئيس اليوم، وأنه يترك مقترحات الأحزاب جانبا ويختار شخصية شكلت مفاجأة للعديدين. هذا أيضا يطرح أسئلة مشروعة حول اختيارات الرئيس اللي البعض يرى أنها غير صائبة، وأنه الرئيس قد يكون انحرف بالنظام السياسي نحو نظام رئاسي. شوف أنا بيدي كنت باش نتفاعل مع ضيفين، خلينا نرجع توا بالقراءة كما كان يحكي سامي بكري ويتحمل الياس الفخفاخ وفق الدستور، يعني ما فماش تجاوز للدستور إلى حد هذه اللحظة، واللي يحكي معناها في 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 الحاجات هذه يعطينا دليل واضح على خرق دستوري قام به الأستاذ قيس سعيد، بل هو يتعامل معهم وفق هذا الدستور ووفق ما فيه. إذن المسؤول الأول على الأزمة اللي حكى عليها بكري خونا سامي هو ماهوش الأستاذ قيس سعيد، بل أنه المسؤول الأول هو من وضع الأسس لمثل هذا نظام أو أسس لمثل هذا نظام سياسي أعرج. خلينا نحكيه يعني نمشيه لجوهر الأمور، إذا كان كنا متفقين اللي فما أزمة سياسية، ولكن اليوم اللي تفاجأت به الناس الكل أنه هذا الرجل ذهب يعني في احترام تام لدستورهم
يعني اليوم الناس الكل معناها اجمعت على انه فما ازمه سياسيه وليس بالازمه. دستور فوزي دعاس لا يعني الدستور هذا شكون اللي كتبه؟ هو جاء عن طريق مجلس تاسيسي ولا؟ هل انه المجلس التاسيسي هذايا في علاقه بكتابته للدستور وما الى ذلك خضع لمنطق يعني قراءه اللحظه الثوريه اللي مرت بها البلاد؟ هل انه ترجم فعليا كل ما يشق العالم اليوم من تطورات فكريه وما الى ذلك والحديث الكبير اللي قاعد يتطرح والاشكاليات اللي تعيشها اعتى الديمقراطيات في العالم اليوم؟ يعني الديمقراطيه التمثيليه خلينا نحكيوها يعني توكور اليوم تعيش في ازمه في العالم. يعني نحن جينا عملنا عمليه يعني معنا خلينا نعبر عليها بمنطق كما نقول العصر كوبي كليه لتجارب اليوم اثبتت يعني فشلها في اعتى الديمقراطيات في العالم. علاش ما فكرناش في شكل ديمقراطي جديد؟ علاش ما فكرناش في اليات جديده؟ خليني نفكرهم اللي الاستاذ قيس سعيد من 2011 كان ينادي بقانون انتخابي اخر حتى وهو خارج لعبتهم السياسيه وكان يؤكد في كل مداخلته وفي كل يعني محاضراته على انه قانون الانتخاب على الافراد وفي اضيق الدوائر هو اللي نجم يضمن لنا التمثيليه الصحيحه والتعبير الصحيحه اللي تنجم تعطينا مشهد نيابي ومشهد تشريعي قادر انه يعني يقرأ اللحظة اللي موجودة في البلاد وقادر انه يجيب عن التطلعات وعن يعني المشاكل الاجتماعية التي طرحت من 2011 الى يوم الناس هذا وما تحل فيها حتى شيء. اذا كان نحبوا نفكروا بالصحيح هات نمشيوا الى جوهر الأزمة وهو يعني مسألة بنيوية في هذه المنظومة. اما باش نبدا سامحني المنظومه القائمه اش نعملوا فيها فوزي دعس؟ اليوم عندنا نواب منتخبين عندنا احزاب منتخبه اليوم ما فيها بس كيف نعاودوا ونفكروا فيها. اذا كان المصلحه الوطنيه تقتضي هذا واللي اذا كان تجربه 10 سنوات من الحكم اثبتت انه خيارنا فيه بعض يعني النقاط اذا كان ما نقولش يعني معظمها هي كانت خيارات خاطئه، علاش ما نعاودوش اليوم يعني نفتحوا فيها النقاش على مصراعيه بصدر رحب ونحيوا الاحقاد وكل واحد يعطي الكره للاخر؟ يعني اذا كان باش نواصلوا بالمنطق هذا السياسي رانا باش نبقاو نشتروا في نفس الازمات، الازمه تلو الازمه. لهنا خليني نزيد نوضح، الياس الفخفاخ هو يعني اختيار الاستاذ قيس سعيد وفق اختيارات الكتل النيابيه وهو شاهد يعني وفق القراءه الدستوريه كذلك. اليوم اختيار هشام المشيشي يعني ايضا ما خرجش من منطق القراءه الدستوريه وما خرجش من الدستور. يعني والناس اللي تحكي على انه الانحراف والذهاب الى نظام رئاسي ومش عارف شنو، خلينا نعطيك عينه في هذا الاتجاه. سيد الفرجاني زميلك في حركه النهضه عضو مجلس نواب الشعب في تدوين له يقول اريد جوابا، اذا كانت حكومه تكنوقراط بدون احزاب فماذا يعني؟ هل هو انقلاب وهل الرئيس قد فرض الامر الواقع في تغيير النظام السياسي الى رئاسي بحت وبعيدا عن طبيعه الدستور ام ماذا؟ لم افهم ولكن اريد افهامي، والان نطلب من السيد رئيس الحكومة أن يعطينا إيضاحات في السياق. يعاود يقرأ الدستور اللي هو ساهم في كتابته، يعاود يقرأ ويعطينا يعني تجاوز دستوري واحد قام به الأستاذ قيس سعيد، يعطينا تجاوز دستوري واحد قام به الأستاذ قيس سعيد في حكومة الياس الفخفاخ ما يوفق الدستور الفصل 89 وقت اللي هما طايحوا حكومة الجملي، ولأنه منطقة التوافقات اليوم في البلاد وهذا هو اللي عانينا منه نحن معناتها السنوات اللي فاتت اللي هي منطقة التوافقات المغشوش، هذا هو العام منه تونس ولا؟ وجربنا كل الحكومات 9 حكومات ما هكا ولا كانت فيها حتى حكومه تكنوقراط وما زلنا يعني نراوح نفس المكان في علاقه بالازمه السياسيه في البلاد ولا؟ وهذا الموجود ولا؟ يعاود يقرا الدستور يا اخي، هو اللي كتبه مش انا اللي كتبته الدستور، هو اللي كتبه الفصل 89 ما وقعش فيه حتى تجاوز، حتى في الاختيار الاتي الحالي اللي قام به الاستاذ قيس سعيد وانا قلتها بكري ونعاود نكررها. اذا كان نحبوا نفكروا بالصحيح، الازمه اليوم في البلاد راهي أزمة الخيارات السابقة. إذا الأستاذ قيس سعيد لا يتحمل، وعيب نحملوه الوزر هذا وما بعدلكش نقولوا لا راهو باش يخترق الدستور، راهو باش يعمل هكا، ونسيبوا يعني ناسنا الكل تخرج في قراءات وفي يعني أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. اختيار الياس الفخفاخ كان وفق الآليات الدستورية وهما صادقوا عليه في مجلس النواب. إذا كان هما يعتبروه اختيار خاطئ علاش ما صادقوش عليه؟
كذلك اليوم اختيار هشام المشيشي كان وفق يعني الاختيارات نتاعهم هما. سامحني محمد نكمل. هما عاودوا حتى في علاقه باختياراتهم، اذا كان تقرا انت بالصحيح، عاودوا يحبوا يطيحونا في منطق التوافق المغشوش تاع ايش نتفاهموا زوز ثلاثه اربعه وشفنا يعني القائمه الاسميه شنو فيها. فيها ناس يعني توا مازلنا كيف نحكيوا في علاقه بالياس الفخفاخ وتضارب المصالح وما الى ذلك، فما ناس عندها الشبهه هذه. اذا انا كما قلت بكري نعاود ناكد، المساله ليست مساله يعني تسميات بقدر ما هي مساله يعني ازمه منظومه يجب التفكير فيها جيدا. يعني في تقديرك الرئيس باختياره على المشيشي وجه رساله للمنظومه القائمه، وجه رساله للاحزاب السياسيه وانه انا اوان التغيير بالنسبه لكم؟ شوف انا لهنا ما نجمش نتحدث كما قلت انت بكري، ما نجمش نتحدث باسم الاستاذ الرئيس قيس سعيد ولا باسم يعني مؤسسه الرئاسه التحليليه كمناصر للرئيس قيس سعيد. في قراءتي كمناصر الرجل يعني كلها تغمض عينيها او يعني على انه تعرف مليح اللي هو ذهب الى موطن الداء سياسيا في تونس وهو المساله البنيويه، وله في ذلك قول وله في ذلك رؤيه ومشروع. علاش العباد ما تجيش يعني تطرح الرؤية هذه لعلنا نجد فيها الحل؟ علاش يعني اللي يشوفوا فيه كله منطق تبخيس يعني ومنطق عيب، معناك تشوف انت على مستوى صفحات تابعة معناتها تنظيمات بعينها. هات تنظيمات هات هات اي تنظيمات، فما جهات سياسية اليوم تحاول تشويه الرئيس؟ هذا شفناه يعني مش من اليوم ومش مع الأستاذ قيس عيد، بل انه من السابق اينما نختلف نذهب الى منطقه التشويه، ويعني وهذا يزيد يعمق الازمه في 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 بلاصه ما يحلها. لطفي زيتون القيادي في النهضه كان عنده موقف في هذا الاتجاه، تو نرجع عليه بعد شويه. سامي الطريقي اكيد شفتك تبع بانتباه ما كان تفضل به فوزي الدعاس، ويبدو عندك تعقيب وتعليق، والانظار متجهه بشكل كبير ايضا لحركه النهضه، فما شكون يحملها مسؤوليه الوضع اللي وصلنا له اليوم، خاصه في علاقه بالنظام السياسي. وفوزي الدعاس ضمنيا يقول لك بضاعتكم ردت اليكم. كيف سيعلق سامي الطريقي مباشره بعد موجز الاخبار؟